كمان في خزانة هون مشان التياب تبعكن، تقدروا تستخدموها. تمام، شكرا إلك. طيب وحمام؟ ما في هون؟ لا للأسف، بس في بالممر إذا حابة تتحممي، هو فاضي هلأ. لا شكرا إلك. عزبناكي معنا حبيبتي سيبال. سوزان لا بقى تقولي هيك، لو سمحتي هذا بيتكن. يلا رح أترككن ترتاحوا هلأ، تصبحوا على خير. وإنتي بخير. بنتي انتي جنيتي شي؟ اصلا نحن بصعوبة اجينا لهون، بس انتي مو عاجبك لانه ما في حمام بالغرفة؟ ايه جنيت، فرجتي على هاي الغرفة؟ هاي بيت للفيران؟ اف، وهالفرشة مثل الحجر، كأنه ما في غرفة مرتبة بالبيت كله. يا حبيبتي ليش ما بدك تفهمي علي؟ عم قلك نحن لازم نتحمل شوي. قديش لسه بدنا نتحمل امي؟ أنا ما بدي أعيش هيك أبداً مثل المشردين، لهيك عم بسأل هالسؤال. وأنا كمان ما بعرف هاديكا، عقلي مشوش ماني منيحة أبداً، بس رح لاقي حل بأسرع وقت. ما عنا مكان تاني نروح عليه بنوب، ومصارينا قلال. يعني قديش معنا مصاري؟ يعني 700 أو 800 ألف ليرة. كيف يعني؟ بس هدول ما بيكفونا أسبوع واحد، شو رح نعمل هلأ؟ فكرتي بشي؟ ما هيك؟ أمي لا تطلعي فيني، صرفي فوراً، اتديني مصاري من شي حدا. تمام تمام، اهدي شوي، أنا قلت لك رح لاقي حل بأسرع وقت، بس أنتي اهدي شوي. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.